صديقي عنده واحد الخليلة زنى بخليلته، وأنا أعلم ذلك، زنى بها كثيرا فحملت، ولما حملت جاء عندي قال لي أنا هلكت كيف أتصرف، جاء عندي هو وياه، قال لي فأشرت إليهم ونصحتهم بالذهاب إلى الطبيب لإجهاض الجنين. يرحم والديك، باص باص زودي أسي عليك باص. كيقول لي واش هالشي اللي درتو ما حكمه في الشارع؟ أنت قاتل، أنت كنت بعيد على هالقضية. غادي نقول لك إن شاء الله، أولا أنت على علم بعلاقة هذه الفتاة بهالفتاة، وجيو عندك بزوج وتجلسهم عندك في الدار، هذا بذاته علمك غير علمك يفرض عليك أن تنهاهم عن المنكر، لا أن تبارك المنكر وانت عارفهم ويجيو عندك حتى للدار، لأن عندك الدار خاوية وانت كاري، انت طالب في واحد المدينة. أنا ما بغيتش كاع نقول يعني ما بغيتش نقول كاع يعني التفاصيل، كيجيبها لك للدار وتعطي له البيت وجبات معاه وهي ماشي زوجته. زيد انت يا راضي وعطيته الدار وتحضيه وتقول له مبروك عليكم ليلة مباركة، لا حول ولا قوة الا بالله، فر القلب اللي في الإيمان. فمن رضي بالمنكر كان شريكا له، وانت ماشي غير رضيت عطيت له حط الدار، أعوذ بالله. فلو لم تعطيه انت الدار لوجد واسمه مشقة، على الأقل بعدين على الأقل لك انت تعطيه الدار وراضي، أعوذ بالله. نقول لك واحد الحديث نتاع النبي بشتار، شوف صلوا على الحبيب، الإنسان لو أن منكرا زيد وقع فيه في أقصى الكرة الأرضية وانت هنا فرضيت به، هاش يعطيك صدر، كنت كمن فعله. اسمع الواش، إذا فعل بالمنكر في أبعد نقطة عن سكنك ورضيت به، سمعت به ورضيت، فأنت زيد كمن فعله. وإذا فعل المنكر في بيتك وأنت كاره له ولم تستطع أن تغير فقد برئت ذمتك. نعاود لكم القاعدة ولا ما نعاود لكم؟ نعاود لكم القاعدة بالدارجة. إلى دار المنكر في أبعد مكان على المقام ديالك فين تسكن أنت، ووصلك الخبر بلي دار المنكر زيد وأنت رضيت به، قلت يا معليش دبر راسها مرأة مع راجل شغلكم كذا، فكان كمن فعل المنكر، يلقى الله كأنه فعله. ولو فعل المنكر في بيتك وأنت كاره وغير راضي وغيرت، تقول الله حشمه أو لا علاقة بالقلب، فقد برئت ذمتك من ذلك المنكر. أنت فين ديروك يا سمعان؟ فين ديروك؟ أنت فين ديروك؟ اللي جايبه للدار هو وياها وعارف اللي ماشي مرته وتعطيه البيت وهما كذا، وأنت تسمع لهم في البيت المجاور وتقول لهم مبروك عليكم، أنت يا راضي وعطيهم الدار وتحضيهم وتبرك لهم. أعوذ بالله، أي إنسان هذا؟ وأين العلاقة مع الله؟ وين الدين؟ باش تعرفوا للشباب وشحال بعيد عن الدين، وذيك بحال الناس يديروا كل شيء. هذا اللي ما يغير على العرض ديال أخته، ما يغير على العرض ديال الدين ديالو، القلب ما فيهش الله، إذا يدفعوك تدير كل حاجة لأنك لا تعرف خطورتها، لا تعرف حكم الله فيها. هذه الأولى. الثانية، حمله وهو عنده الخبر، وقالوا له وانت راك كنت الله يجزيك وتعاوننا وتعطينا الدار، درك قول لنا واش نديروا. قال لك وقلت لهم راه الطبيب الفلاني عطاهم لا دري سنيجه عفريت، راه ان شاء الله هو غادي يهنيكم، روحوا قتلوا. ربي ومشى وقتلوا عند الطبيب الفلاني. رنا انت هو وياها داروا المنكر وزادوا قتلوا والطبيب شاركهم في القتيله، لكن انت اللي ما درت ما والو، واش داك انت؟ سمع الحديث، من أعان على قتل مسلم ولا نفس ولو بشطر كلمة، قال له أق ما قالش قتل، أق لقي الله وعلى جبهته مكتوب آيس من رحمة الله. أنت قلت لها الغريبة أخوي، أنت يبعد على هالشي، هما داروا المنكر يمشي ويدبروا، وانت علاش تقول له روح قتل وري لهم الطبيب وديهم في السياره حتى للكلينيك
وهضر مع الطبيب اللي تعرفه انت راني صيفط لك واحد شي ناس سلكهم الله يسلك جرتك كي داير لهم الله سلكهم الله يسلكك وهي ودي وهي ودي وهي. ولذلك يا اخي واش غادي نقول لك؟ اسال الله سبحانه عز وجل ان يتوب عليك. انا قلت لك شتي اللي كاين ولكن غادي ما نقولكش بلي راك تهلكت وراك مشيت فيها ولا لا. الان خصني انا قلت لك هذا الشيء باش تعرف باش تولي باش توعظ ما تعاودش تديه تقبل ها هما درك مشاو قتلوا داك الشيء غادي يوليو لك للدار وتقبلهم. الم يعني لك ان تتوقف؟ ألم يعني لك أن تعرف أن بيتك لا يدخلها إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ فكيف تدخل الزنات إلى بيتك؟ كيف تدخل الزنات إلى بيتك وانت راضي؟ الآن قطع لهم قول لهم اتقوا الله خافوا مولانا كل واحد يمشي لطريقه. والثاني أنك أعنت على قتل داخل خصك تصوم 60 يوم شهرين متتابعين. هذه النفس التي أزهقتها وكنت أنت السبب في إزهاقها لو اجتمعت أمة على قتل واحد زين لأمر عمر أن يقتلوا جميعا لاشتركوا 6 ولا يقتلوا واحد ماشي غادي يقتلوا واحد الناس لأن قاعد تعاون كل شيء أنت راك مشارك أنت هو المشارك الأول إذا خصك تعرف هذه المسألة خصك تتوب لله تعالى تستغفر سيدي ربي تصوم 60 يوم حق الله تعالى البنيان الذي هدمته بغير حق ومن بعد تكثر الصيام والصدقة والتوبة والاستغفار أيوة ربي يغفر لك لأن ربك يقول الذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أي تاب من الشرك أو من القتل أو من الزنا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا الله يفتح لك باب التوبة لا ليك ولا ذوك الزوج ذوك الزوج يبعدوا على بعضهم بعض ويتقوا الله وانت دارك ما تدخلهاش هاد الناس هذو وما ترضاش باش البيت نتاعك يا زيد يبارز فيه الله بالمعاصي ما ترضاش لدارك هكذا وما ترضاش انت يا تعاونهم على هذا المنكر أو لا تعاونهم على القتل وتوبوا لله تعالى جميعا والمؤمن على كل حال.